الأسواق. إنها دولي، ماذا تفعل هنا؟ لا شيء، مستحيل. ماذا سوف تفعلين يا ديفا؟ سوف أصبح أجمل واحدة في العالم. آه يا ليدي ديفا، الكلام سهل جدا، يا ليت الأحلام تتحقق. يا دولي، كأني أسمع أصواتا أعلمها. ماذا تفعلون هنا؟ تشاهدون قناة Kids Toys by Ammon. مرحبا بكم متابعين قناة Kids Toys by Ammon. قبل أن أبدأ الحلقة، أريد أن أرحب بجميع متابعين قناتي وخصوصا متابعين قناتي الجدد، وأقول لهم أهلا وسهلا بكم في قناة Kids Toys by Ammon. وأنا اسمي أمون، ولا أملك سوى قناة ألو الواحدة هي التي تشاهدونها الآن. ديفا، هيا لنأكل. ألم تملي من قراءة المجلة؟ رويال بي، انظري، إنها ديفا. كم أتمنى أن أصبح مثلها. أنا اسمي ليدي ديفا، لكني لا أشبهها، لا أشبهها. كفاك يا ليدي ديفا، لن تصبحي الليدي ديفا الأصلية. أنا مقتنعة بنفسي، أنا اسمي رويال بي لكني تقليد. كفاك يا رويال بي، ألا تتمنين أن تصبحين رويال بي الأصلية؟ أنا راضية بنصيبي، أنا شكلي هكذا، لا أريد أن أغير. آه، أنا لست راضية، انظري من تقف هناك. انظروا ما أجمل سواك. كم أتمنى أن أصبح مثل سواك. ماذا ينقصني أن أصبح مثل سواك؟ انظروا إليها، إنها في غاية الجمال. أريد أن أصبح سواك. آه، لقد مللت منكن، أريد التنزه قليلا. هيا يابي. إنها دولي تتصل بي. هلاو. مرحبا دولي. أنا في الحديقة المجاورة لمنزلنا، ماذا هنالك؟ حسناً، أنا بانتظارك. إنهم الألو أم جي هنا، سوف أسلم عليك. مرحبا. مرحبا بك يا سواك، إن الطقس جميل اليوم، أليس كذلك؟ انظر إليها يا ديفا، إنها تغيظني يا ديفا، انظر إليها، إنها جميلة جداً، أريد أن أصبح مثلها. سوف تسمعك، اصمتي قليلاً. مرحبا. مرحبا بك دالي. مرحبا، كيف حالكم؟ ماذا تفعلين هنا يا سواك؟ سلموا على الـ OMG. ماذا قلتي؟ OMG؟ هل هؤلاء OMG؟ اصمتي، سوف يسمعونك. ماذا قلت؟ لم أقل شيئا غريب، قلت هل هؤلاء OMG؟ فقط أتيت لأسلم عليكم، مع السلامة. وأنا كذلك، لدي مشوار مهم، أراكم لاحقا. تعتقد نفسها أنها أجمل واحدة، نحن أجمل منها. سوف ترين يا سواك ماذا سوف أفعل. لا شيء، مستحيل. ماذا سوف تفعلين يا ديفا؟ سوف أصبح أجمل واحدة في العالم. يا ليدي ديفا، الكلام سهل جدا، يا ليت الأحلام تتحقق. سوف تتحقق، كوني واثقة من نفسك. هل تذهبين معي؟ ها؟ إلى أين؟ تعالي وسوف أقول لك. هيا. تأخرت كثيرا، متى سوف يأتي موعدي؟ مثلا سوف أختار مجلة. أختار؟ كم أحب مجلات الموضة. انظري من هناك يا سواك، إنها دولي. ماذا تفعل هنا؟ ولا أدري. أليست هذه عيادة تجميل؟ نعم، أنا أخذت موعد في هذه العيادة. دولي في عيادة تجميل؟ لا أصدق، هيا لنذهب إليها. مساء الخير يا دولي. كأني أسمع أصواتا أعلمها. ماذا تفعلون هنا؟ كيف حالك يا دولي؟ أهلا، كيف حالكم أنتم؟ يا ويلي، ماذا يفعلون هنا؟ دولي، ماذا تفعلين هنا؟ نعم دولي، لم تقولي لنا، ماذا تفعلين في عيادة التجميل؟ ماذا قلتم، عيادة تجميل؟ لا، إنها عيادة طبيب العيون. ها؟ دولي؟
انظري إلى اللوحة جيداً. إنها عيادة التجميل. ماذا قلتي؟ أنا أخطأت إذن. أعتقد بأني أخطأت في القسم. لا بأس، سوف أذهب الآن إلى قسم العيون. مع السلامة. ها؟ يا ويلي، كدت أنكشف. أنا لم أصدقها، إنها كانت تريد طبيبة التجميل. أنا واثقة من هذا. مرحبا. أهلا يا دكتورة. من هي الليدي ديفا؟ أنا الليدي ديفا. تفضلي يا ليدي ديفا، تعالي معي، مشكلتنا واحدة. هيا. وها هي مشكلتنا يا دكتورة، هل سوف تساعديننا؟ أستطيع أن أجري لكم عملية تجميل، لكن لا أضمن النتائج. لم نفهم يا دكتورة. أنت تريدين أن تصبحي سواق الأصلية، أنا لا أضمن لك النتيجة النهائية. لماذا لا أصبح سواق الأصلية؟ أنا أريد أن أصبح مثلها. أنا لا أعدك بهذا. أنا مستعدة لأجري هذه العملية مهما كلفني من أمر. أريد أن أصبح سواق. أنا خائفة جدا، لا أريد. ماذا قلت؟ لا تريدين أن تصبح الليدي ديفا؟ أعلم هذا، لكنها تقول احتمالية أن نحصل على نتائج مقبولة ضعيفة جدا. أنا لا يهمني هذا الكلام، أنا أريد أن أصبح سواق. أنا منسحبة. مع السلامة. ليدي ديفا، غيالي هذا الغباء. لا، ليست غبية، إنها مقتنعة بنفسها، هذا أمر جميل. أنا أريد أن أصبح سواق، لو سمحت يا دكتورة اجري العملية. حسنا، أنا جاهزة. هيا هيا لنحاول أن نجعلها مثل سواق. أولا سوف نبدأ بالحواجب. سواق تمتلك حواجب باللون البني. سواك تضع الآي شادو باللون الأزرق. ها قد وضعنا الشادو باللون الأزرق، وأيضا سواك تمتلك العيون باللون الأخضر. قد أصبح لون عيونها باللون الأخضر، وأيضا سوف نضع لها هنا الرموش. جاء دور الفم، انظروا إلى سواد، ها هو شكل فمها. أحضرت طينا صناعي أي باللون الأبيض. أصبحت جميلة، أريني شكلي لو سمحتي. ها هي المرأة. هل أصبحت أشبه سواك؟ ليس كثيرا، لكن أجمل من ذي قبل. هل أصبحت هكذا أشبه سواك؟ لن ترضي عن نفسك طولما أنت تقارن نفسك بسواك. نعم، إن سواك جميلة وأنا أحب أن أصبح مثلها. لا يشترط أن تكوني مثلها، كوني أجمل. أكون أجمل من سواك؟ انظري إلى نفسك الآن، أنت هكذا جميلة جدا. نعم، أنا جميلة جدا، أنا أجمل من سواك. شكرا لك يا دكتورة. لا شكر على واجب. ها؟ إذا لا أحتاج إلى عمليات أخرى، أليس كذلك؟ لا لا تحتاجي، أنت جميلة هكذا. شكرا لك، سوف أذهب إلى صديقاتي وأريهم نفسي، أنا أجمل واحدة. شكرا لك يا دكتورة. العفو، كل واحدة منا ترى نفسها أجمل واحدة في العالم، يجب أن نثق بنفسنا.